أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة كالمعتاد من الشأن المحلي، حيث استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة حول مشروع التأمين الصحي بمملكة البحرين والمزمع دخوله حيز التنفيذ بحلول العام 2018. وقد أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد آل خليفة أهمية نظام الضمان الصحي الوطني، والذي سيعنى بتوفير منظومة صحية جديدة في المملكة تستهدف تعزيز حق المستفيد من الخدمة الصحية في اختيار مقدم الخدمة. وقد بيّن رئيس المجلس الأعلى للصحة أن من شأن نظام الضمان الصحي الجديد أن يخلق سوقا تنافسية بين مقدمي الخدمة من المستشفيات ومشتريها من شركات التأمين. وبحسب المجلس الأعلى للصحة، ترتكز رؤية نظام الضمان الصحي على الجودة والاستدامة والتنافسية. سيكون في التطبيق بناء على موافقة البرلمان والمجلس الشورى على القانون، والحقيقة بعد ما يعني يصبح القانون ساري المشروع ممكن ان احنا نبدأ في تطبيق النظام تدريجيا، وكل مرحلة من المراحل ستناقش مع الحكومة ومع القطاع العام والخاص لتطبيقها تدريجيا في السنوات القادمة. بالنسبة للتغطية، التغطية بتكون من طرف الحكومة بالنسبة للمواطنين، فتقريبا بعض ما بتغير. بالنسبة للغير مواطنين بيكون التغطية من ناحية المستخدمين مالهم، فهي طبعا نفس الطريقة، لكن طريقة التمويل والخدمة مختلفة، لأن التمويل بيكون غير التمويل الحالي الموجود في الخدمة الصحية. هنالك أيضا تحسين في هذا النظام، وما زال تحت دراسة البرلمان، وما زال أيضا جوانب أخرى تحت البحث، وسيكون هناك أيضا نظام متكامل في نهاية الوضع. فالقلق يعني كفرد في البوليصة، وأجاب عليه معالي الشيخ محمد بن عبد الله، والحمد لله الإجابات كانت وافية ومتكاملة. أكد وزير شؤون الكهرباء والماء عبد الحسين بن علي ميرزا أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة في سعيها لتأمين بيئة خضراء وطاقة نظيفة هي إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية. كما حددت الحكومة أهدافا وطنية لبلوغ نسب محددة من إجمالي الطاقة المتجددة. هناك عدة دراسات علمية جديدة بيّنت أن هناك علاقة مباشرة بين الابتكار ورفع كفاءة الإنتاجية في الشركات، وكذلك في رفع القيمة السوقية لهذه الشركات. لذلك أصبح على جميع الشركات الآن اتباع وتبني الابتكار، وحكومة مملكة البحرين هي سباقة في هذا المجال، واستطاعت بالأفكار الإبداعية والابتكار أن تتغلب على كثير من المصاعب، وأن دائما تجد حلول للأشياء الصعبة. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1646 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 5 أبريل من العام الجاري 2017 وتنتهي في 5 يوليو المقبل. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.23% مقارنة بسعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ 29 مارس الماضي، حيث بلغ 2.22%. وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.439%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.431%، علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 233%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.